بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا مع حضراتكم في مقرر جديد من مقررات واق. المقرر ده اسمه Basics of Effective Communication and Medical Practice. هو بيكلمنا عن اهميه مهارات التواصل في مجال الخدمه الطبيه وفي مجال العمل الصحي. المقرر ده مهم جدا لكل طبيب ولكل انسان له علاقه مباشره مع المرضى. المفروض ان احنا بنهاية المقرر ده هنكون عرفنا 6 حاجات. هنعرف يعني ايه كوميونيكيشن، ونعرف ايه فايدته والقيمة بتاعته. هنوصف عملية الكوميونيكيشن او بنسميها كوميونيكيشن بروس او داينامكس، وبنتعرف على الكوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل بانواعها المختلفة، وهنعرف ايه هي عوائق التواصل الجيد، ايه هي الباريرز تو افكتيف كوميونيكيشن. كمان هنشوف الكونسلتيشن كبروسيس مهمه جدا في حياتنا كاطباء، ونتعرف على البرنسبلز او الاساسيات بتاعه. اخيرا هنتعرف على كونسبت جديد اسمه patient centered communication and 6 function model. في الاول خلينا نفكر الدكتور والعيان علاقتهم ايه ببعض. دكتور and patient communication، تخيل حضرتك العيان هو جاي لك العياده، بيبقى بيفكر في ايه؟ هل بيبقى سعيد؟ هل بيبقى مبسوط؟ ولا بيبقى قلقان وخايف؟ غالبا المريض بيبقى قلقان وخايف. ليه؟ الاسباب اللي موجوده قدام حضراتكم ممكن يكون كمان اكتر منها. الاطباء دايما بيبقى الذهاب ليهم او ان انا اروح لطبيب معناه انه في مشكله عندي بتهدد صحتي او قد تهدد حياتي. الحاجة التانية ان الطبيب نفسه ممكن يكون شخصية دومينانت، يكون شخصية متحكمة قوية، ويعني ما بتساعدش المريض وهي بس بتعمل الوصف للأدوية وخلاص. الحاجة التالتة انه شايفين ان كتير من المرضى الحقيقة شايفين ان الاطباء ما بيتكلموش كفاية، يعني ما بيقولهمش ايه الحاجات المهمة انهم يقبلوا منها، والحاجات ازاي يراعوها اثناء العلاج، ودي حاجات بتهم المريض جدا لكن احيانا الطبيب ما يتطرقش اليها على الاطلاق. ساعات العيان بيبقى عنده لسته طويله من الاسئله قبل ما يروح يسال الدكتور، بيبقى عايز يعرف حاجات كتيره قوي عن المرض بتاعه. وكتير من البيشنتس دونت بوش فور اكسبلانيشنز، بيكو يعني ما بيدفعوش الطبيب ان هو يشرح او يتكلم، لانه بيظنوا ان وقت الطبيب يعني اغلى من ان هو ينفق في شرح او توضيح لعيان واحد. او ساعات العيانين ما بيبقوش الحقيقه بوزيتيفلي بيرسيستنت، يعني ما بيبقاش العيان مصمم او عنده اصرار انه يعرف كل حاجه عن المرض بتاعه والعلاج بتاعه. خليني اقول لحضراتكم ان العيان بيبقى جاي للدكتور وعنده patients agenda. ايه الحاجات اللي هو الاسئله والحاجات اللي عايز يعرف عليها اجابات. دول اهم 5 اسئله في ذهن المريض. اول حاجه بيفكر what has happened، ايه اللي حصل لي، ايه اللي حصل ليا. الحاجه الثانيه why has it happened، وليه حصل ده. السؤال اللي بعده مهم جدا why to me، اشمعنى انا. السؤال اللي بعده مهم جدا what should I do about it، هعمل ايه، اتصرف ازاي. واخر حاجة بتقلقه جدا is it serious، المشكلة اللي عندي دي خطيرة، هل بتهدد حياتي، هل بتهدد عيلتي، هل بتهدد عملي. ده الحقيقة العيان بيبقى جاي وعنده 5 اسئلة دول في ذهنه. احنا ليه مهتمين بالكوميونيكيشن في الهيلث كير؟ ده سؤال مهم. لو سبت لحضراتكم 30 ثانية أكيد هتقولوا نفس الإجابات اللي هتشوفوها حالا. الحقيقة الـ effective communication له فوائد كتيرة جدا على الـ health care system كله، لأن الفايدة بتاعته بتمتد مش فقط للعيان لكن كمان للـ health care providers والـ health system نفسه. لو بصينا على الـ communication كـ process نستفيد بيها إيه الطبيب في التعامل مع أو التعامل مع المريض بتاعه، هتلاقي انه good communication معناها building trust between doctor and patients، والtrust بين الدكتور والعيان بتاعه هينتج عنه تلقائيا انه هياخد history كويس فيعمل accurate diagnosis،
وبما انه عمل دايجنوزس صح وعرف العيان كمان ايه الحاجات اللي هو المفروض يعملها، ده بيحسن حاجه مهمه جدا عندنا في مجال الطب اسمها patient compliance. كلمه compliance معناها القواعيه، لكن معناها عندنا في الكوميونيكيشن ان هيلث كير معناها الامتثال للنصح الطبي. يعني العيان ازاي بعد ما عارف ايه اللي عنده والمفروض هياخد ايه وهيتعالج ازاي، بيبدا بشكل تلقائي وطبيعي يتوائم ويستجيب لنصح الطبيب بتاعه. الفائده الرابعه للكوميونيكيشن allowing for rapid recovery. الحقيقه الثلاثه الاولانيين مقدمه طبيعيه جدا للحاجه الرابعه. اتبنت علاقه قويه بينك وبين المريض بتاعك، عرفت تاخد منه دايجنوز الصح، حطيت له خطه علاج صحيحه التزم بيها، وبالتالي هو كده ان شاء الله هيخف بسرعه. لما العيان بيخف بسرعه تلقائيا برضو انه هيوفر فلوس وهيوفر وقته، بدل ما يقعد في البيت 10 ايام هيقعد 5، بدل ما يتعطل عن شغله 10 ايام هيتعطل 5، وده كل ده من نتائج الافكتيف كوميونيكيشن. اخيرا حاجه بنقولها مهمه جدا، دي ساعات بنقول عليها ده انتنجبل افكتيف كوميونيكيشن، حاجه ما اقدرش احسبها لكن مهمه جدا، هي ريديوسينج سفرنج اند بين. ودي حاجه يعني كلنا كاطباء حريصين عليها جدا، ان العيان يتالم اقل ويعاني اقل، ودي كلها ممكن تبقى النتائج دي كلها نتائج الجود كوميونيكيشن. طيب دلوقتي عايزين نعرف ايه هو الكوميونيكيشن، وات از كوميونيكيشن. الكوميونيكيشن له كذا ديفينيشن لكن انا اخترت منهم اسهلهم. الكوميونيكيشن از ا بروسيس ان ويتش فيلينجز اند ايدياز ار اكسبرست از مسجز. These messages are sent, perceived, and comprehended. It is a process of sharing information. What makes communication basic skill in medicine? ليه أنا بقول للدكتور لازم يكون good communicator؟ ده جزء مهم جدا من soft skills بتاعتك كطبيب، والمهارة المهنية بتاعتك بتتوقف في كتير من الأحيان على قدرتك على التواصل مع العيان. تعالوا نبص على الكرتون ده. حضراتكم لو شايفين الكرتون كويس هتبصوا تلاقوا ان في دكتور لطيف جدا داخل على العيان اللي هو مرعوب جدا. الدكتور ده عنده كذا حاجه من جود كوميونيكيشن سكيلز، منها مثلا ده سمايل، الابتسامه بتاعته، الاوبن هاند ستريتش هاندز، اللبس بتاعه البالتو، ودي كلها علامات او يعني بنقول عليها ايه non-verbal communication cues او مظاهر جيده جدا. العيان زي ما حضراتكم شايفين قاعد خايف ومرعوب، زي ما احنا متفقين من الاول ان لما بيجي العيان للدكتور ما بيبقاش سعيد، بيبقى قلقان او خايف. الدكتور اللطيف جدا اللي داخل من الباب ده لو شفته تحت الجمله اللي هو بيقولها هو داخل العيان الخايف ده قلقان، بيقول له let the healing begin. دي اجمل كلمه العيان عايز يسمعها، عايز يسمع ان ما يخف، عايز يسمع ان حاجه بتتحسن. فالدكتور ده الحقيقه بطريقته الكوميونيكيشن الجميله دي اداله اشارات جيده بشكله ولبسه والابتسامه بتاعته، واداله كمان اشارات كويسه جدا بالكلام المنطوق بتاعه طمنه انه هيخف او انه فعلا عمليه الشفاء بدات. دي اهم حاجه العيان عايز يسمعها. تعالوا نشوف الكوميونيكيشن بروسيس او الكوميونيكيشن داينامكس. في الحقيقه 6 elements of communication، تعالوا نتفرج عليهم كده ونشوفهم واحد واحد. اول حاجه ده سندر، الشخص اللي هو بينيشيت الكوميونيكيشن. غالبا الشخص ده بيبعت رساله، والرساله دي عن طريق تشانلز معينه او بتروح لمين؟ بتروح للريسيفر او الشخص اللي بيتلقى الرساله. الريسيفر ده بيدي فيدباك للسندر، يعني بيعمل حاجه او بيصدر عن حركه تدل على ان هو فهم ما فهمش، متضايق مش متضايق، عايز يعرف اكتر وهكذا، وبالتالي السندر يرجع يموديوليت الاسلوب بتاعه ويعدل الرساله بتاعته والطريقه علشان في الاخر يوصل لحاجه اسمها ذا افكت. اي كوميونيكيشن بروسيس في الدنيا لازم يكون لها هدف، لازم يكون لها افكت. انا هنا كطبيب الكوميونيكيشن بتاعي يا اما هدفه ان اجمع معلومات او اخد هيستوري او ادي للعيان معلومات، وده الحقيقه اهم حاجتين عندنا في مجال الطب.
ده الشكل البسيط للكوميونيكيشن بلوس. لكن في كوميونيكيشن موديل يعني شويه مركب، ده بيتكلم على انه السندر، شايفين الدايره، السندر بيبعت للريسيفر والريسيفر بيرجع يدي تاني فيدباك للسندر وهكذا، تستمر دايره التواصل. حضراتكم شايفين انه في وسط دايره التواصل فوق الشانل على طول في حاجه اسمها نويز. ايه النويز ده؟ وشايفين نويز برضو على يمين وشمال الدوائر اللي في الدايجرام. النويز ده بنقول لو في انترنال نويز معناه ان انا شخصيا كطبيب انا مشوش الذهن، او العيان مشوش الذهن. انا كطبيب مشوش الذهن يعني مشغول بحاجه ثانيه، بفكر في هعمل ايه بعد كده، وقت ضيق لدرجه ان انا مش قادر افرغ ذهني العيان بتاعي، وده معناه ان الكوميونيكيشن بتاعي يبقى سيء او مش على المستوى اللي انا احبه. الحاجه الثانيه الاكسترنال نويزز بقى، دي غالبا بتبقى الحاجات اللي في الانفايرمنت زي اضواء، ضوضاء، خبط، زحمه، حر، مكان ضيق، كل دي بسميها نويزز. ودي الحقيقه بتاثر جدا على عمليه الكوميونيكيشن، اللي هي محتاجه تركيز وانتباه شديد جدا. الحقيقه الكوميونيكيشن عمليه كونتينوس، اتس كونتينوس بروسيس، زي ما شفت حضراتكم في الرسم الدياجرام اللي فات، اتس كونتينوس بروسيس. كونتينوس دايناميك بروسيس، اتس ميوتوال اند دبل واي، يعني متبادله. يعني انا في نفس اللحظه اللي انا بتكلم فيها كسندر، انا في نفس اللحظه ريسيفر. ودي معناها في الطب مهم جدا، يعني حضرتك انت لما بتكلم العيان انت بتبعت له رسائل وبتبص عليه وتشوف هو بيتصرف ازاي وبيتكلم ازاي، هو بيبعت لك رسائل. اذا في اللحظه دي حضرتك هتبقى ريسيفر. ودي مهمه جدا تبقى حضرتك فاهمه ان الكوميونيكيشن دي ميوتوال اند دبل واي، رايح جاي، بتتبادل الادوار، ويز رول اكستشينج. انا ببعت لك رساله بطريقه معينه، انت بتبعت لي رساله بطريقه معينه، وبالتالي تتم عمليه التواصل وتصل الى الايفكت بتاعها او لا تصل، حسب انت اتقنتها ولا ما اتقنتهاش. شكرا جزيلا لحضراتكم. المره الجايه ان شاء الله هكلمكم على حاجه مهمه قوي، كوميونيكيشن سكيلز، ودي البيزكس اللي بيعتمد عليها اي طبيب في التعامل مع العيان بتاعه. اشوفكم المره الجايه ان شاء الله. شكرا جزيلا.